المساء وفي هذا المهرجان الذي يقام في المنطقة الغربية بالتحديد في مدينة زايد. هكذا متابعين الكرام ينطلق هذا الشوط الذي يحمل في طياته الابكار اللقاية، وهذا الشوط يحمل ايضا 33 راكب آلي مشارك على ظهر الاصايل. ينطلقنا في هذا الشوط لتنطلق الامال وتبدأ هذه الشعارات، ونبدأ مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول واول المغازلات. من تغازل الناموس، من تغازل الناموس عبر الهواء مباشرة بالرقم 18 محمد بن سيف بن فاضل المزروعي، يتقدم بامواجه الزرقاء على المركز الاول. المركز الثاني في هذه اللحظات انتقل الى شعار المجازف مع المركز الثاني. من يقدم لنا تحذير في هذه اللحظات، يحذر هذا المجازف تحذير مبكر مبارك بن محمد بن زيتون المهيري مع المركز الثالث في هذه اللحظات. النقلة مباشرة الى المركز الثالث والى هذا الاسم التاريخي الذي تحمله هذه البكرة، وتتقدم مع اسم افعال. افعال تتقدم في هذه اللحظات وتحرك التاريخ باكمله. يتقدم عامر بن محمد بن زايد المنصوري. من يقدم لنا افعال لهذا المهرجان الذي يقام تحت دعم كريم ورعاية كريمة من مؤسسة هجن الرئاسة، والدعم المتواصل من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الراعي والداعم الكريم لهذا المهرجان الكريم. ما زلنا نتواصل، وهنا المنعطف الأخير، منعطف ما بين الصوانين، ما بين بيت الشعر وما بين الصوان اللي بو عمودين. هكذا متابعين الكرام العينين تراقب وتنتظر السيارة. الأمواج الزرقاء تتحرك والمزروعي يتقدم، لكن المركز الثاني القادم مليحة محمد بن عبد الله بن أحمد الظاهري، وأفعال قادمة عامر بن محمد بن زايد المنصوري، والقادمة تشريف فهيد بن محمد بن سعيد. المري يتقدم والرسمي واصل، والستمية متر الأخيرة، ولكن مليحة مليحة مع المركز الأول. تشريف غيرت تشريف اللي تشرف كما يشرفني أن أشارك في هذا المهرجان. ولكن الرسمي يقدم الشايبة عامر بن سعد الرفاده المري. الله، ظهور رسمي للرسمي عامر بن سعد الرفاده. ولكن تشريف مع المركز الثاني، تشريف مع المركز الثاني، ولكن الرسمي من شوط الرمز وهو يصارع من اجل النواميس، من اجل الفوز. لكن يا الرسمي المركز الثاني حبك لو ما تحبه. تهانينا لمالكي تشريف، تهانينا لفهيد بن محمد بن سعيد المري على الفوز في المركز الاول. بالفعل تشريف شرفت مالكها. تهانينا لاشقائنا والاعزاء في دولة قطر الشقيقة وابناء الشحانية على فوز تشريف في المركز الاول. تهانينا لك يا فهيد بن محمد بن سعيد المري على هذا الفوز. المركز الثاني عامر بن سعد الرفاده المري. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مياسة غانم بن خلفان بن الطويرش الاكتبي. من قدم الطاري مع المجسم، هنا التوقيت الزمني 7:42 من الثانية. تهانينا لمالك تشريف على فوز تشريف التي شرفت شعاره، وشرفنا بالفعل حتى بالتعليق. تهانينا لك فهيد بن محمد بن سعيد المري على هذا الفوز. 7:42.7 من الثانية توقيت الشايبة، وعامر بن سعد الرفاده المري كاد أن يعود لإنجازاته وشبابه، ورغم عدم غيابه لكن أيضا نهني على هذا الفوز في المركز الثاني. 7:42
اعطونا صاحبة المركز الثالث توقيتها، توقيتها الحبسي ادري انها صح لكن التوقيت 7 دقائق 44